السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثامن شهر صفر لعام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، والمتوفى في سنة 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الكبائر الذي بين أيدينا يعتبر من أميز الكتب في هذا الباب، وقد صنفه الإمام المجدد رحمه الله تعالى على غرار كتاب التوحيد، فهو يذكر عنوان الباب ثم يتبعه بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف. فالكتاب مع صغر حجمه مليء بالأدلة كعادة الشيخ رحمه الله تعالى في تآليفه، وقد استفتحه المصنف رحمه الله تعالى بمقدمة يسيرة ثم ذكر بعدها كبائر القلب، ثم ذكر بعد ذلك كبائر اللسان، ثم ذكر بعد ذلك كبائر الأفعال، وختم الكتاب بذكر الكبائر المتعلقة بالمظالم. واتخذ رحمه الله تعالى نهجا له في هذا الكتاب أن لا يكثر من الكلام بخلاف الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف رحمهم الله تعالى. وقد سبق المصنف رحمه الله تعالى بالتصنيف في هذا الباب، أي باب الكبائر، جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن أشهر تلك المؤلفات كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 748 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كتاب الكبائر لابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 751 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الكبائر لابن القيم معروف ثابت عنه، نقل عنه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى السابقين، إلا أنه لا يزال مفقودا وللأسف الشديد إلى هذا اليوم. ومن تلك الكتب أيضا كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 974 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني أن جل هذا الكتاب كتاب الزواجر مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الآن في الذكر. وهذا الكتاب كتاب الزواجر كتاب نفيس جدا، والعناية به كبيرة، وقد اختصر جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا الكتاب في مختصرات عديدة مما يبين منزلة هذا الكتاب بين أهل العلم. هذه جملة من مؤلفات الكبائر، الكبائر للذهبي، الكبائر لابن القيم، والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي رحم الله الجميع. وهناك كتب أخرى كثيرة مصنفة في هذا الباب، إلا أن هذه الكتب الثلاث من أنفسها. والكتاب الذي بين أيدينا جمع بين الاختصار وغزارة الأدلة وحسن الترتيب، ولذا كان من الكتب المقدمة في
العناية من قبل أهل العلم رحمهم الله تعالى المعاصرين. وللكتاب طبعات عديدة، من أفضلها الطبعة التي حققها الدكتور باسم الجوابرة، وللكتاب أيضا شروح قليلة ليست كثيرة، ومن أفضل تلك الشروح شرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو مطبوع موجود في متناول اليد ولله الحمد. هذه نبذة يسيرة عن هذا الكتاب وعن الكتب المؤلفة في الكبائر. ولعلنا قبل أن نشرع في إقراء هذا الكتاب والتعليق عليه أن نذكر مسائل مهمة جدا متعلقة بالكبائر. فالمسألة الأولى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم هو صغائر الذنوب، والصغائر هي ما عدا الكبائر، الصغائر هي ما عدا الكبائر، وسيأتي بيان الكبائر. ومما يدل أيضا على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، والحديث أخرجه مسلم. وانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر أمر مجمع عليه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، فهذا الأمر محل إجماع ويدل عليه الأدلة السالف ذكرها. المسألة الثانية: الكبيرة ضابطها كل ما نهي عنه على وجه التغليظ، كل ما نهي عنه على وجه التغليظ. والآثار عن السلف رحمهم الله تعالى وأولهم الصحابة تدل على ذلك كما سيأتي. والتغليظ يكون إما بترتيب حد دنيوي كالقتل والرجم والقطع، وإما أن يكون بترتيب وعيد أخروي كاللعن والتهديد بالنار والتخليد فيها. ويدخل من جملة التغليظ الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وفيها البراءة ممن فعل كذا وكذا، أنا بريء ممن يفعل كذا وكذا، وكذلك الأحاديث التي فيها ليس منا من فعل كذا وكذا، كل هذا يدخل في جملة تغليظ ذلك الفعل الذي يصيره كبيرة. فالكبيرة كل ما نهي عنه على وجه التغليظ. وهذا المعنى وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وقد حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بحث له نفيس جدا في مجموع الفتاوى. وهذا ضابط الكبيرة التي تميزها عن الصغائر، وأما الصغائر فهي ما عدا ذلك. المسألة الثالثة أيها الإخوة أن الكبائر درجات، الكبائر درجات، فهي ليست على درجة واحدة، فمن الكبائر ما يخرج من الملة ويوجب الخلود في النار كالشرك بالله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومنها ما هو دون ذلك كالزنا وشرب الخمر. ويدل على أن الكبائر درجات حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، بأكبر الكبائر أي أشدها وأعظمها وأغلظها ثلاثا، أي كرر هذه الكلمة ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه. وعليه فإنه لا يلزم من اشتراك الكبائر
بوصف الكبيرة أن تشترك في الدرجة أو في الجزاء، وهذا من المسلمات كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يدخل من ضمن ذلك أن جنس البدع أشد من جنس المعاصي الشهوانية، وإن كانت كبائر أي المعاصي الشهوانية، وهذا من حيث الأصل. فجنس البدع أشد من جنس المعاصي الشهوانية الكبيرة، إلا أن هذا الحكم قد يختلف في بعض أفراده، فقد تأتي بدعة يسيرة في مقابل معصية شهوانية كبيرة فيختلف هنا الحكم، فتكون المعصية الشهوانية الكبيرة أكبر من تلك البدعة اليسيرة، إلا أنه من حيث الأصل فإن جنس البدع أكبر من جنس المعاصي الشهوانية. وهذا يدل أيضا على أن الكبائر درجات، فهي وإن كانت كبائر واشتركت في هذا الوصف، إلا أنه لا يعني أنها على درجة ومرتبة واحدة، ولا يعني كذلك أن تشترك في الجزاء، فإن الشرك بالله تبارك وتعالى من جزائه حبوط الأعمال، ومن جزائه التخليد في النار، وهذا الجزاء ليس موجودا في الكبائر التي هي ما دون الشرك، كما أن الشرك بالله تبارك وتعالى لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بالتوبة، بخلاف الكبائر التي تكون دون الشرك، فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه، وسيأتي بيان ذلك. المسألة الرابعة من مسائل الكبائر المهمة أن مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأن الكبيرة التي ارتكبها إن كانت من قبيل الشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يغفرها لصاحبها إلا بالتوبة منها، وإن كانت مما دون الشرك فإن صاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، والدليل قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعليه فإن المرتكب للكبيرة إن كانت تلك الكبيرة ليست من الشرك لا يسلب عنه مطلق الإيمان، فنقول عنه إنه كافر كما يقول الخوارج، ولا نعطيه الإيمان المطلق كما تقول المرجئة التي تزعم أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وأن الأعمال كلها خارجة عن مسمى الإيمان، وكذلك لا نجعله في منزلة مبتدعة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة التي تجعل مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، وهذا في الدنيا. وأما المعتزلة فإنهم في الجزاء الأخروي يتفقون مع الخوارج في أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم، وبالتالي فإن الناس تجاه مرتكب الكبيرة فيما دون الشرك على ثلاثة أقسام. أما إذا كان مرتكب الكبيرة قد فعل وقد وقع في الشرك الأكبر فإنه كافر خارج عن الملة، خالد مخلد في نار جهنم، لكن الناس في مرتكب الكبيرة التي تكون دون الشرك على ثلاثة أقسام: قسم كفروا مرتكب الكبيرة وجعلوه خالدا مخلدا في نار جهنم وهم الخوارج، وقسم آخر تابع لهذا القسم جعلوه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وخالد مخلد في نار جهنم في الآخرة وهم المعتزلة، فهذين القسمين قسم واحد جعلوا مرتكب الكبيرة كافرا. والقسم الثاني من قال أنه لا يضر مع الإيمان عمل وأن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، وهؤلاء هم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، فيجعلون لمرتكب الكبيرة الإيمان المطلق،
يجعلون لمرتكب الكبيرة الإيمان المطلق. ولا شك أن كلا القسمين ضالون، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الذي يرتكب الكبائر فيما دون الشرك أنه مؤمن وأنه تحت مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل قال تبارك وتعالى مستفتحا آيات عديدة بالنهي عن أمور يفعلها المؤمن وهي من الكبائر: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، على أن السكر من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فناداهم باسم الإيمان، مما يدل على أن مرتكب هذه الكبائر مؤمن ولا يسلب عنه اسم الإيمان، لكنه يكون فاسقا بكبيرته. ولا يقال أبدا إن هذا العمل لا يضر بالإيمان، بل إن الكبائر خادشة بالإيمان منقصة له. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويقول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهم ليسوا سواء لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة. ويقول الله تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. استفهام استنكاري، لا يمكن أن يكون مرتكب المعصية كغير مرتكب المعصية. ولذلك فإن الفئة الأولى وهم الخوارج كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، والفئة الأخرى وهم المرجئة سلطوا أهل الكفر والشرك والنفاق والفسق والفجور وجعلوهم كالمؤمنين. وهؤلاء ضالون وهؤلاء ضالون، وأهل السنة والجماعة دائما وسط بين طرفين، فالهدى دائما بين ضلالتين. فقالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، لكنه فاسق بكبيرته. المسألة الخامسة من المسائل المهمة التي يجب علينا أن نعلمها من مسائل الكبائر أن التوبة تجب من الكبائر، أن التوبة تجب من الكبائر، فإن الكبائر لا تكفر بالأعمال الصالحة. وقد ذكر الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وهذا التكفير هو المقصود في قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالمقصود بالحسنات التي تذهب السيئات السيئات التي هي الصغائر، والأعمال الصالحة لا تكفر الصغائر، لا تكفر الكبائر، وإنما تكفر الصغائر، كما ذكر ذلك ابن عبد البر ونقل الإجماع عليه. وعليه فإن الكبائر يجب لها توبة واستغفار، الكبائر يجب لها توبة واستغفار. وتنبه إلى أنه ليس المقصود من قولنا أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر أن الكبائر لن تكفر بما سوى ذلك، لا، فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله لصاحبها وإن شاء عذبه، لكن المقصود أن تعلم أن الكبائر لا تكفر بالأعمال الصالحة، ولكن الصغائر
تكفر بالأعمال الصالحة. فإذا ارتكب المسلم شيئا من الصغائر ثم أتبعها بأعمال صالحة أخرى خصوصا ما كان من جنسها فإنها تكفر بلا توبة واستغفار، وأما الكبائر فيلزم معها التوبة والاستغفار. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الوصية الصغرى أن الذنوب تكفر بأربعة أمور: التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكفرة وهي مناط كلامنا هنا، والمصائب المكفرة. المسألة السادسة وهي مسألة مهمة جدا، أن تعلم أن الأنبياء يقعون في الصغائر دون الكبائر. الأنبياء يقعون في الصغائر دون الكبائر، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالغفران هنا منصب على الذنوب الصغيرة لا على الكبائر. فالأنبياء يجوز وقوع الصغائر منهم بخلاف الكبائر، وإنما كان الكبائر وإنما كان الأنبياء عفوا لا يقعون في الكبائر لمنافاة ذلك لعصمتهم، ولكون الواقع في الكبيرة يحل عليه وصف الفسق، ولا يجوز أن يحل ذلك على نبي ولا يليق به صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه ست مسائل مهمة من مسائل الكبائر، استفتحنا بها شرحنا وتعليقنا على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولعلنا في الدرس القادم أن نشرع في إقرائه بعد أن نبين الغايات من معرفة المسلم الفرق بين الصغائر والكبائر، والغاية من معرفة هذه الكبائر كل كبيرة على حدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.